مرحبا بكم في صحة ماك. كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة، التغذية والجمال. إذا تابعتوا الحلقة نتاع اليوم راكم رايحين تعرفوا كلش على السعلة وأنواعها. في رأيكم أسكو السعلة مرض ولا ماشي مرض؟ خطأ، السعلة ماشي مرض، وإنما هي ردة فعل تدل على مرض. طفل صغير المناعة تاعو ضعيفة وعلى هذا يمرض بزاف، وأي حاجة تأثر عليه كيرد الفعل على هذيك المؤثرات إما يسعل. إذا كانت عنده السعلة تجي في الليل ولا كطفل يلعب ولا يجري ولا كيشم روائح قوية، هنا سافيديغ عنده السعلة تاع الثقة. إذا كانت السعلة تجي ولا تزيد كالطفل ياكل ولا غير يتكسل ولا يلحق حتى يرد، هنا معناتها عنده لو غوفلو. وكاين سعلة تجي كي تنفس طفل غبار ولا كي يكون حيوان ولا نباتات في الدار وتجي معاهم جينيرالمون حكة في البشرة تاعو ويخرجوا له دي بلاك، هنايا معناتها عنده السعلة تاع الحساسية. وإذا كانت عنده الحمى، هنا معناتها عنده التهاب في الأذن ولا في الأنف ولا في الحنجرة ولا في صدره، وهنا لازم نتقلقوا ونديوه عن طبيب. كاين بعض العلاجات البسيطة تعاون، كيما مثلا شوية زيت زيتون دافي ندلكو طفل في صدره باش نعاونوه يخرج القلق تاوعو ونعطولو حوالي مغرفة كل يوم. وكاين مكملات غذائية مخدومة بالأعشاب تقدروا تمدوها لطفل تعاونو باش تحبسلو السعلة ولا تعاونو يخرج القلق تاوعو. بصح ما تنساوش، وإلا كان السعلة طولت فوق الأسبوع، هنا يفو أبسوليومون تتقلقو وتدي وليدكم عن طبيب. تقدروا تعاودوا تشوفوا العدد تاع اليوم سوغ لاباج فيسبوك تاع النهار ولا في اليوتيوب صحة ماك. ان شاء الله نكونوا فدناكم، نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم وبقاو على خير.